هذه ورثه، انت ورثت هذه الكليات، لا تستطيع ان تقول بدي اتخلص من هذه التخصصات ومن الكوادر البشريه الموجوده فيها، فلكن لم نقم بتاهيلهم، باعاده تاهيلهم بما يتواكب مع التطورات واحتياجات سوق العمل. الان خلينا ننسى الماضي، نتحدث تحدث عطوفه ابو اشرف عن التعليم المهني واللي هو في المدرسه والتدريب المهني. نحن نطالب يعني من الدعاة فعليا أن يكون هناك، وهو أستاذي وبعرف هذا الشيء، التكاملية، وقد يكون في مرحلة من المراحل أسيء فهمنا بأننا نريد فصل جامعة البلقاء عن بقية الجسم المختص في التعليم المهني والتقني. نحن من البداية نقول بأننا يجب أن يكون هناك تكاملية وتشاركية حقيقية ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وجامعة البلقاء التطبيقية والقطاع الخاص. طيب خلينا بس عشان نكون الناس بس بالصورة، نقول لهم شو التقني وشو التطبيقي وشو الفني. ممتاز. التقني هي كافة التخصصات الهندسية التي تدرس في جامعة البلقاء التطبيقية، ويدرس الطالب خلال سنتين ويمنح درجة جامعية متوسطة الدبلوم التقني. نعم. التطبيقي هو التخصصات على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة والتي تضم قطاع التعليم التخصصات المهن الطبية المساندة بكافة تخصصاتها، المهن الإدارية والمالية المساندة بكافة تخصصاتها، مجموعة يعني حوالي 30 تخصص. هذا هو التعليم التطبيقي. هناك أيضا احنا عملنا مجموعة ثالثة واللي هي التخصصات الإنسانية والاجتماعية واللغات، واللي كانت تدرس في هذه الكليات. نحن في جامعة البلقاء في كلياتنا الرسمية أوقفنا هذه التخصصات، بقي لدينا بالعدد 217 طالب على مقاعد الدراسة من سنوات سابقة ملتزمين بهم حتى يتم تخريجهم بالكامل، وبعدها لن نقبل أي طالب. من العام الماضي ما بنقبل ولا أي طالب في هذه التخصصات. هذا هو الآن اللي احنا يعني بدنا نقول احنا تقني وتطبيقي. جامعة البلقاء برؤيتها ورسالتها الحديثة والتي انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والتي أقرتها الحكومة تحت رعاية ملكية سامية، هي التارجت، هي الهدف الرئيسي اللي احنا حاطينه ونشتغل عليه في الوقت الحاضر. بالإضافة احنا عندنا ثلاث نقاط ونشتغل عليهم: رؤية ورسالة الجامعة المنبثقة من قانون جامعة البلقاء، إذا تطبيق منظومة التشريعات، نعم، الأوراق النقاشية السبعة لجلالة الملك، والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. بنفس الوقت منفتحين بالكامل على كافة القطاعات، القطاع الخاص بشكل رئيسي، لأنه في نهاية النهاية القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي لخريجي التعليم التقني والتطبيقي من جامعة البلقاء وكلياتها. وعندما نتحدث جامعة البلقاء لا نتحدث الآن عن 13 كلية المنتشرة، في ثلاثة في شمال المملكة وأربعة في جنوب المملكة وثلاثة في عمان، واحدة في الزرقاء وواحدة في عمان، لأنه جامعة البلقاء